انا اسمي تيبا صالح حسين، الرئيس الجمعيه ديال سوق مزيان للتنميه والتضامن. هذه الجمعيه درناها في 2008 اسسناها. شنو المشكل ديال السويقه؟ هو كان بطينا هنايا، من السبعينات، امي يكون عليها حتى واحد ما بغى يبين لنا الضو في كي. حنا كنطلبوا بالسوق يدار في الزرقاو، عرفتي كيفاش؟ هنايا بالزرقاو راه القضيه كلشي اسواق. انا الباطور، سوق الحد الباطور كان هكا، ولا ثلاث عين زكان، ولا كلشي الاسواق ديال المنطقه كانوا هكا. وحنا قعدنا، انا قاعد هنايا ملي عندي 20 عام، تولي عندي 60، قاعد هنا كنتسنى البلديه باش دير السوق. ما عمرها درته. واليوم جانا التنفيذ، قال لك اسيدي هنا راه ديال الناس فعلا ديالهم، هما عطانا، لان هذاك الشيء في ناس عملية دارته البلديه الاولى ديال مزريو، رئيس البلدية الاول ديال مزريو دار برمج السوق هنا، برمج السوق هنايا، دار وخرج في الانتخابات ما نجحش، وطلعت شدتها كثير هنايا، وهمشتنا احنا السوق، خلات السوق مهمش لي الى يومنا هذا. دروك احنا، انا جيت شاب، قلت لك عندي غا 20 عام، دروك انا عندي 60. ولا حولكم على سوق؟ احنا دروك كنطالبوا بالسوق تاع مزريا ويدار. يدار. حنا ما معينهمش، لا حمل ديك. يدار السوق تاع مزريا، واللي هذاك الشيء اللي كنطلبوا. السوق ديال يكون يومي، يكون السوق مبني زين. هذا الشيء اللي بغينا. شاري جوج بلايص ومكريزي ليا المخزن، مكريزي ليا، علاش يكريزيو ليا؟ هذيك الساعة مني ما كاين، ما صحيحش داك الشيء، ما يكريزوش ليا. راه عندي الفيزاسيون ومكريزي البلديه بكريزيه، حنا انا مشيت شريت ومشيت عندهم باش يصححوا ليا، وكريزوا ليا وصيفطوا لي الفندق، علاش؟ مشى لي رزقي، وانا 20 عام وانا تم، 20 عام ورزق ولادي، والله تنموت انا وياهم، والله تنجيب ولادي ونموت تم، بالله واخا يجي اللي بيجي. راه انا مكريزي ليا، ديك الساعه فاش مشيت تما ما يكريزيش ليا، يقول لي يا ودي هذا الشيء ما خدامش، الملك ديال الناس هذا، علاش يديروا مخزن هو يدير لنا هذا الشيء؟ حنا الملك ديال الناس ما مانعينهمش، الله يحمر ديك، حنا بغينا البديل، 20 عام وانا في السوق. 20 عام وخلصنا السنك، والبلديه جات حطتنا ودالوا لنا الكروكي سكوت، ودالوا لنا الكروكي، وجاو داروا صوروا بعد سنه خطر ديال الكروكي، علاش ديال الكروكي ماشي سويق هادي؟ وعلاش تيكريزوا لينا عباد الله اللي ماشي في السويق هادي؟ يقول لي سير في حالاتك ما نعطيش الفلوس ديالي، راه رزقي مشى ليا وكريزيو ليا، هذيك الساعه فاش مشيت كريزي يقول لي ما تكريزيش عباد الله، انا انجليزيين. واش الكريزاتي فيه كذوب ديال المخزن؟ ورانا مكريزي وعندي الوراق. وراثه ديال المهمات؟ وراثه، لا احنا ما نعينهمش، الوراثه المخزن يشوف معانا، المخزن اللي مكريزي ليا يشوف معايا، ولا نموت انا هنا، انا رزق ولادي مشى ليا ومكريزي وعندي الوراق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعيش الملك. صافي، حنا اللي بغى احنا ما مانعينهمش، الملك ديالهم الله يربحهم، الله يرحم والديهم. قعدنا فيه والمخزن اللي حطنا، البلديه جابتنا حطتنا، وقعدوا هنا، قعد هنا وبالوراق، وخلصوا السنك. كنطلبوا في السوق، وهذه الخدمه اللي داروا ماشي خدمه، ما صدعونا، ما حيتوا علينا، ما هضروا معانا، ما والو. التراك جايه مالنا، على كاين السيبه ولا؟ مالنا كاين السيبه؟ اش كاين السيبه؟ ما عمرش واحد عيد علينا، ما هضروش معانا، ما قالوا لنا والو، جي التراكس. علاش؟ شنو هذا القانون هذا؟ حيتوا علينا، تحاوروا معنا، يسولونا، يقولوا لنا اخو النهار الفلاني، يقولوا لنا الملك ديال الناس، يقولوا لنا شي حاجه، راه ما عمرش واحد عيط علينا، ما هضرش معنا، وهاد الناس عندهم فلوس ويسافروا حنا للفندق ولا؟ انا عندي الفلوس راه مشات ليا. شكرا هاد الناس كاملين ومضامنين مع هاد الناس، حيت هاد السوق به عايشين اي واحد، اي فقير، ما كاينش الحمد لله شي شغب، ما كاين حتى شي حاجه. كنطالبوا من الجهه ديال البلديه تعطي الحقوق لهاد الناس، فيهم والدينا، فيهم العائله ديالنا. ما عمرنا 30 عام للحد الان، 36 عام عقلت في حياتينا، كلشي والدينا وعائلتنا كاينين هنايا، علاش هاد الناس غيلوحوهم بحال هكا؟ لا يمكن. حنا ماشي ضد صحاب الورد، كل واحد عنده الحق ديالو ياخذو، لكن البلديه وجميع السلطات المغربيه كنطالبوا بها، الجهويه ديال اكادير تعطي لهاد الناس الحق ديالها، حنايا ما باغينا لا شغب لا حتى شي حاجه، كنطالبوا بحق هاد الناس، كل واحد ياخذ الحق ديالو. هادشي اللي كاين، وكنشكروا جميع القناه، وكنشكروا هاد الناس، وحنا مضامنين معاهم لحد الان، والله يسر سيدنا. 30 سنه عاف هاد البلاصه هاي، ودروك كنطالبوا سيدي السوق ديالنا، نطالبوا يعطونا السوق ديالنا، ما يضحكوش علينا البلديه، راه ضحكوا علينا بالسنك، راه عندنا اوراق تاع السنك، عندنا الشواك فيه دابا، ودروك كيضحكوا علينا. كنطلبوا السوق يعطوا للناس اللي هما عندهم محلات، يعطوهم السوق ديالهم، ولا يديروا معاه محل، راه كاين الحل، كل الحل كاين، وما نضيعوش في الحاجه اللي كنسالوهم، هذيك ما نضيعوش فيها، الا مشينا كاع من هنا راه حنا غادي نتابعوهم، راه ما غاديش تخلص، راه غادي نتابعوهم في القانون ديالنا، وما مالي الملك ما كنسالوهم والو.
التيتر ديالهم هذاك حقيقي ما غاديش. والسلام عليكم. هذا الدومينو تقريبا 32 عام وانا كاين في هذه السويقه، وهذه السويقه العمر ديالها 40 عام، وكاينين الناس هنا اللي تتمول عائلات، وكاينين اصحاب الارض اللي هما 40 عام هما ما كاينينش، وفي ديك 40 عام كاينين اللي منهم تنازلوا على الحقوق ديالهم لهاد المواطنين اللي تياكلوا هنا الخبز، ودابا تيطالبوا بالارض وحنا تنطالبوا البلديه، وتمشي رئيس الجامعه وتيجي رئيس الجامعه وتضحكوا علينا بداك السيناريو، راه تنتخبوا علينا غنديروا لكم السوق، وما شفنا والو من هاد الشيء. والشعب والمواطنين ديال بن سرقه وتيطالبوا بالسوق حتى هما كذلك، عاد حنا الباعه المتجولين التجار ديال السويقه تيطالبوا بالاماكن ديالهم السوق، وهادو وهاد الناس وهاد الناس تيتسرقوا من السوق من صغرنا هكاك من صغرنا، وما يمكنش نتنازلوا، ما يمكنش نتنازلوا على الحق ديالنا في هاد السويقه، لاننا تنتمعشوا منها. فين غنمشيو؟ نمشيو نموتوا؟ لا ما يمكنش. حنا بلايصنا هنايا هما تلقوا علينا الناس باش يريبوا لنا البلاصه ديالنا، علاش باش يحاربونا؟ ما يمكنش لهم يحاربونا، انا تنطالب بالبلاصه ديالي وبالحق ديالي، ما يمكنش تحاربني، قتلني دير فيا اللي بغيتي، ولكن بلاصتي ما تنازلش عليها. هذا السوق ديال بن سرقاو تنطالبوا به، تنطالبوا بالسوق بن سرقاو.